السلام عليكم. فين هما داك الناس اللي كانوا كيقولوا بلا ما تمشيو للحج وتعطيو الفلوس ديالكم للسعوديه؟ اللي بغى يحج راه الحج عنده في باب دارو، وكيعنيو بها الفقراء، يعني ان الفقراء من الناس محتاجين لذاك الفلوس ديال الحج اكثر من الدوله ديال السعوديه اللي كاينه فيها مكه المكرمه اللي فيها كيمشيو الناس يؤديو شعيره الحج. هاد الناس مازال ما شفنا منهم والو. علاش؟ لان هاد السنه هادي ما كاينش حج كما نعلم. اذا بفعل وباء كورونا تم ايقاف الحج، والناس المغاربه ما غاديش يمشيو للحج. اذا فين هي داك الاموال اللي كانوا كيصرفوها في الحج ويعطيوها للفقراء؟ اذا كانت هذا هو السبب اللي كيديروا داك الناس في هذه المساعده ديال الفقراء بهذا المال، مازال ما شفنا والو منها. مع العلم ان الناس محتاجين هذه السنه اكثر من اي وقت مضى بفعل هذا الوباء ديال كورونا كما نعلم. طبعا انا ماشي مع هذه الفكره ديال ان الانسان ما يمشيش للحج ويتبرع بالمال ديالو للفقراء. علاش؟ لان احنا كنعرفوا بان الحج هو ركن من اركان الاسلام، هو الركن الخامس من اركان الاسلام، يعني بحاله بحال الصلاه، بحال الزكاه، بحال صوم رمضان، وبحال الشهادتين. ومفروض على الناس اللي قادين على هذا الحج انهم يؤديوا هذا الحج هذا. وكما نعلم ان الحج عنده واحد المكان معلوم وعنده واحد الوقت معلوم، يعني ما يمكنناش نغيروهم، لان هذه فريضه الله عز وجل هو اللي محدد لها المكان والزمان ديالها. واللي بغى يعاون الفقراء ما غاديش يمنعوا الحج انه ما يعاونش الفقراء، لانه كاين زكاه الاموال وهي فريضه بحالها بحال فريضه الحج. علاش اذا حنا نقولوا ان الانسان ما يحجش باش يعطي الاموال ديالو للفقراء؟ ان كاين زكاه المال. لو ان الناس كيعطيو زكاه المال راه ما غاديش يكونوا فقراء. كذلك من غير زكاه المال كاين الصدقه والاحسان، يعني ان الانسان عنده المال يمكن له يتصدق على الفقراء ويحسن لهم. وهذوك اللي كيقولوا بلا ما يحج ويعطي الاموال ديالو للفقراء، هادو غير كيديروا السبه باش يهدموا ركن من اركان الاسلام. وإلا هدمنا ركن من اركان الاسلام بالتالي راه حنا غادي نمشيو باش نهدموا جميع الاركان الاخرى. اذا هادو غير كيديروا السبه فقط، ماشي الهم ديالهم هما الفقراء، ولكن الهم ديالهم هو الاسلام، باغيين يهدموه وباغيين يفتنوا المسلمين في الدين ديالهم. اذا حذاري من هاد الافكار اللي ما عندها باش تفيدنا، بل على العكس انها كترجعنا للوراء. كنتمنوا من الله عز وجل انه يرفع علينا هاد الوباء بسرعه، وان السنه المقبله ان شاء الله يمشيو الناس للحج ديالهم. اللي باغي يحج يمشي للحج ديالو، وكما قلت ان الحج هو فريضه على من استطاع اليه سبيلا. اذا اللي كيستطاع انه يمشي للحج راه مفروض عليه الحج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.